ما هو العدل؟ نعم، العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. الله. والذي يفسده العدل الهوى، يميل يعني ناحية دي ولا ناحية دي. طب والهوى بيجي ليه؟ عشان أنا بدي أحكم لمن أحب. لو كنت تحب الحق ما جال في بالك ها من تحبه، بتحب الحق يبقى من انتهى. الله. يبقى العدل في الرضا، ما تحكمش للناس الأحباء ليك ظلما. وفي الغضب الناس اللي انت غضبان عليهم ما تاخدش الحق منهم. والعدل في الرضا، يعني الرضا لا يؤثر أن تحكم له، والغضب لا يؤثر أن تحكم عليه. يبقى كده. ولذلك القاضي للمهد الخليفة، نعم، دخل عليه يوما وقال له: يا أمير المؤمنين، أقلني من القضاء. نعم. قال: ومن للعدل غيرك يا عاقبة؟ واسمه عاقبة ابن يزيد. نعم. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد اختصم إلي شخصان في أمر لم أستطع التوفيق بينهما فيه، وكلما أجلته ليتصالحا استمر على الغضب وقاضني. فبين أنا يوم في البيت، جاء الخادم بطبق من الرطب، لأن الناس علموا أني أحب الرطب، وكان الرطب في بواكيره يعني لسه جديد. فقلت للخادم: من هذا؟ فقال: رجل سيئته كيت وكيت وكيت. فعلمت أنه أحد المتقاضين. فقلت لخادمي: رد له الطبق. فرددته. فلما جلست اليوم للقضاء دخل علي، فوالله ما استوي في نظري وإن كنت قد رددت الطبق. الله. فعلمت أن قلبي ما يستحملش المسائل دي. يبقى الله. العدل في الرضا والغضب. الرضا لا يجعلك تحكم بالظلم لحبيبك. نعم. والغضب لا يحكم، لا يمنعك أن تحكم بالحق وإن كان له. الله. نعم.